وجل. فهذا الذي تجده في نفسك أنه لا يستجاب دعاؤك وأن هذا يترتب عليه سوء الظن بالله عز وجل والإحباط، هذا كله من الشيطان، لا تلتفت إلى هذا. أخي، أخي في الله، قد تدعو الله بشيء يكون سببا في شقائك في الدنيا والآخرة، والله يصرفه عنك رحمة بك. كم من إنسان سأل الله مسألة علم الله أنها لو تحققت له لفسد عليه دينه، وصرفها الله عنه لطفا به ورحمة، فهذا من كرم الله عز وجل وفضل الله عليك. أحسن الظن بالله عز وجل، واعلم أن الدعاء حبل خير بينك وبين الله تستدر به خير الدنيا والآخرة. أحسن الظن بالله أنه لن يخيبك، وأنه إذا أخر الإجابة لحكمة. الإنسان قد يسأل الله تحصيل أمر فيقول يا رب يا رب أريد أن أجد سيارة أو أجد زوجة أو أجد مالا أو أجد كذا وكذا، وعلم الله أنه لو وجد هذا المال في هذا الزمان أنه يفتن في دينه، فأخر الله عنه هذا المال للوقت الذي يكون فيه خير عليه في دينه ودنياه وآخرته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأحسن الظن بالله عز وجل وليتسع صدرك، فإنك تسأل الكريم الذي لا تنفذ خزائنه، وتسأل الكريم الذي لا تضره مسألتك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما بلغت مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله سبحانه وتعالى لا يعجز أن يعطيك ما تسأل، ولكن الله يريد لك الخير ويريد أن يصرف عنك السوء والشر. ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا ملك الملوك الذي تدعوه يكره مساءتك، ما يريد شيء يسوءك. سخر لك ما في السماء وما في الأرض وأسبغ عليك النعم ودفع عنك النقم، فتسيء الظن به أو تحبط من أي شيء تحبط، أي إحباط. لو أراد الله بك الشر ما سمعت ولا بصرت ولا عقلت، بل ما دببت على وجه الأرض